عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر دريت البلوشي من الصف الثاني سالم. سنقوم في التجربة. هل يذوب الملح والسكر والرمل في الماء؟ أحضر من الماء وكميات متساوية وملح وسكر ورمل. نضع الملح في الماء ونخلطه. نضع السكر في الماء ونخلطه. نضع الرمل في الماء ونخلطه. لاحظنا أن السكر والملح ذابوا بالماء بينما الرمل لم يذوب بل ترسب بقاع الكوب.